نستذكر رحيل فقيد الأمة طيب الله ثراه، هو باني هذه النهضة، وبالتالي نحن اليوم ننعم بعمل 50 عاما التي قضاها المعقولة في خدمة هذا البلد. ونحن اليوم نجدد لكم وعدنا لتكريس حياتنا لخدمة بلدنا الحبيب وشعبه. على تنشئة شبابنا العماني وإعطائه القوة المعنوية ليشعر بما نوليه من رعاية وعناية، ليكونوا قدوة ومثلاً في مجال التطور المتسارع والتقدم المتنامي والقدرة على مواكبة العصر والأخذ بكل جديد مفيد على أساس من التدبر والتجربة لأخذ الصالح المفيد وترك ما لا طائل من ورائه. إن اعتزازنا بقواتنا المسلحة وكافة أجهزة الأمن نابع من تقديرنا لدورهم العظيم في حماية منجزات النهضة المباركة وصيانة مكتسبات الوطن، وإذ نؤكد دعمنا لها وسعينا لتطويرها، نتطلع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر، ولن يتأتى تحقيق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع.